اتكلم فيها معاك بتفاصيل اكتر، فتسمح لي هستأمل طبعا المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف السيد ابراهيم خرفيه معانا على التليفون. سيد ابراهيم مساء الخير واهلا بيك معانا في سادسة، مرحب بيك على شاشة الاهلي. مساء النور لكل ضيف المتواجد معك في السلسلة. اهلا بحضرتك. يعني بداية قبل ما اروح للقاء 5 يوليو يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، خليني اتكلم على اللقاء الاول اللي جمع بين الاهلي وفاق سطيف هنا. تكلمنا عن تجربة وفاق سطيف في القاهرة، كيف كان الاستقبال والتعامل من مسؤولي النادي الأهلي قبل ما أدخل حتى في تفاصيل كرة القدم. يعني بكل صراحة الاستقبال كان جاف، يعني في المطار الاستقبال كان جاف لأنه ما كانوش مسؤولين في النادي الأهلي في المتواجدين في المطار إلا صاحب اللي وضعته إدارة الأهلي المصري أنه يكون مرشد معنا. اما بعدين يعني تحسنت الامور، كانت الامور عاديه. يعني هل واجهتم اي مشاكل في القاهره او واجهتكم اي صعوبات؟ لا، ما في مشاكل وما في صعوبات. ازاي بتستعدوا لاستقبال بعثه النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتسافر بكره؟ هتكون نفس الاستقبال، احنا اخوه واشقاء وهذه مباراه كره قدم لا غير. ردود الافعال طبعا على مباراه الذهاب اللي انتهت بخساره وفاق سطيف بنتيجه 4-0 قدام الاهلي المصري، وزي الجمهور عندكم في الجزائر ووسائل الاعلام استقبلت نتيجه المباراه؟ يعني بكل صراحه احنا ما كناش ننتظر ان الوفاق يخسر المباراه برباعيه كامله، النتيجه كانت غير منتظره يعني الهزيمه، لكنها كانت قاسيه يعني، والجميع اعتبر انه كل هناك اخطاء ارتكبتها ركبناها يعني فوق ارضيه ميدانيه اللي خلت النادي الاهلي يسجل رباعيه كامله. هل في تبعات لده؟ هل اتكلمتوا مع ما في تبعات، الامور عاديه ولكره قدم، ونحن في الدوري النصفي هناك مباراه يعني 90 دقيقه كان في مصر وهناك 90 دقيقه في الجزائر. يعني تصريحات كره قدم فيها كل شيء ممكن يعني. طبعا مدرك لده تماما، والمباراه او المواجهه تنتهي مع صفاره نهايه المباراه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. تصريحات السيد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف بعد المباراه اللي اشاد فيها بالنادي الاهلي، واتكلم فيها على انه النادي الاهلي بيسبق الأندية الجزائرية بخمسين عام، إزاي شفت التصريحات دي؟ وطبعاً مشكور طبعاً على روحه الرياضية وعلى حالة التصالح النفسي اللي يعني ما بنشوفهاش كتير للأسف في المنافسات الرياضية، إزاي شفتوها وإزاي استقبلتوها عندكم في الجزائر؟ هي تصريحات عادية لأنه رئيس نادي ولاعب سابق وإنسان يعني استراتيجي يعني من بين أكبر الشخصيات رياضية في الجزائر، وهو يعرف وش راه يقول، ولما قال الكلام هذا هو يعي ما يقول يعني. بالنسبة للكلام مع الجهاز الفني، وهو جهاز فني جديد يعني تولى المسؤولية من فترة مش بعيدة قوي، هل شفتوا انه كان ليه دور في الخسارة الكبيرة تعرض ليها وفاق سطيف، وهل ده ممكن يأثر على استمراريته مع الفريق ولا لا؟ لا، ما راحش تكون تأثير لأنه هذه مباراة كرة قدم حضرناها يعني بشكل جيد، خسرنا فوق ارضية الميدان وتحدث المباريات، والاهلي سبق له ان خسر على ارضية الميدان وامام صن داونز ب5-0. يعني هذه اللقاءات هذه كرة قدم، تخسر 1-0، تخسر 2-0، تخسر 3-0، تخسر 4-0، يعني هذه كرة قدم. ممكن المباراة الذهاب فريق وفاق سطيف كان خارج الاطار يعني. طيب سؤالي الاخير يهمني اسمع جدا وجهة نظر نادي وفاق سطيف فيه. طبعا يعني رسميا لا الاهلي ولا الوداد تاهلا للمباراه النهائيه، وعلى الحسابات وزي ما حضرتك بتقول دي كره قدم وكل شيء فيها وارد، ما زال الاطراف الاربعه في المربع الذهبي عندهم الفرصه للوصول للمباراه النهائيه. ازاي بتشوف الطرح اللي تم في الاتحاد الافريقي باستضافه المغرب لمباراه نهائي دوري الابطال؟ هي من المفروض ان المباراه تجري في ارض محايده عن الفرق الاربعه. هل طالبتم بده بشكل رسمي؟ من اجل منح يعني كل حقوق كل فريق، يعني كل واحد ياخذ يكون الفرق الاربعه على قدم مساواه. متفقين تماما مع المبدا اللي حضرتك بتقوله، بنتكلم على تكافؤ الفرص والعداله في المنافسه على اللقب، لكن هل هيكون في اجراء رسمي؟ هل هيكون في مخاطبه رسميه من قبل نادي وفاق سطيف الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بملعب مباراه نهائي دوري الابطال؟ هذا الامر اداري لا ادري وش راح يكون فيه. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا سيد ابراهيم خرفيه المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف. و